بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس إن شاء الله راح نتعلم كيف أننا نتعامل مع الأري باستخدام اللوب. زين، ودائما في علاقة قوية بين الأريز وبين اللوبس، لأن اللوبس تتيح لنا أننا نسوي processing أو نعالج الأري بشكل سريع وبسيط وسهل وبدون كتابة كود كمية كبيرة من الكود. طيب، نفرض أن عندنا أريز array من نوع double. خلوني أول شيء أبدأ برسم الأري. زين، هذه الأري already allocated، يعني معنى أنه يعني created أو allocated، يعني محجوزة في الذاكرة ومنتهين منها. نفرض أن فيها أربع عناصر، وخلنا نسم والأري هذه اسمها numbers. هذا الريفرنس حق الأري، عندي أشر هنا على الأري. طيب، الآن خلينا نشوف كيف من خلال يعني already declared الأري. سوينا قبل double numbers gets new double وأربعة، زين، أربعة عناصر. خلينا نشوف كيف الآن ندخل على عناصر الأري هذه ونضع فيها قيم باستخدام loop. طيب، أول شيء راح نبدأ من الـ 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 من الجزء هنا. أول شيء راح نقول end i gets زيرو، زين، في اللوب. فإذا الآي عرفنا متغير اسمه آي، والمتغير هذا راح تكون قيمته الابتدائية، هذا آي راح تكون قيمته الابتدائية صفر. هذا المتغير راح نستخدمه عندنا ك اللي نسميه الاندكس، زين، أو راح يعطينا الترتيب. هو كأنه ممكن تعتبر المتغير هذا كأنه سهم يأشر لنا على العنصر اللي نبغى أننا نتعامل معه، أو كأن عندك كأنك بإصبعك. طبعاً إندكس لها معنى ثاني في اللغة الإنجليزية، وهو أصبع السبابة، من أحد معانيها يعني في اللغة الإنجليزية أصبع السبابة. فتخيل كأنك بإصبع السبابة جالس تأشر على عناصر الأري أو الإلمنتس اللي في الأري عنصر. فهذا اللي نستفيده من الآي هنا، أو الـ هنا أنها راح نستخدمها كإندكس في الأري، أو كسهم، أو عندك يعني إصبعك كأنك تأشر على العناصر الأري هذه وتمشي عليها عنصر، ويأمن أنك تقرأ قيمها أو أنك تضع فيها قيم. طيب، نبدأ التنفيذ. الآية الآن بصفر. طبعاً الخطوة اللي بعدها راح نشيك هل الآي أصغر من numbers.length. طيب، إيش numbers.length هذا؟ دائماً أول ما نسوي الأري في الجافة دائماً يكون عندنا property في الأري اسمها length. خلوني أحطها هنا، زين، وأنا ما حطيتها في البداية حتى أنك ما تلخبط بينها وبين الإلمنت. هذه ليست إلمنت في الأري، ليست عنصر من عناصر الأري، وإنما هي property في الأري، واسمها هنا length. راح أحط اسمها بالاسم الخاص، ما هو أنت اللي تسويها، الجافة automatically تسويها لك، ودائما تضع فيها حجم الأري. فبما أن الأري هنا عندنا حجمها 4، فراح تضع حجم الأري 4. زين، إذا هذا شيء مهم جدا. إذا راح نشيك دائما، هل دائما نتأكد إن ما تعدينا حجم الأري. ولاحظ إني قلت أصغر من وليس أصغر من أو يساوي، لأنه العنصر هذا الإندكس حقه صفر. خليني أكتبها، زين، هذا numbers of zero، وهذا numbers of one، وهذا numbers of two. زين، numbers اللي هي اسم الأري اللي عندنا numbers، زين، وهذا العنصر numbers of 3. إذن الأري كلها اسمها numbers، كل عنصر منها مستخدم الindex. يعني هذا هو ما نسميه بالindex أو حق الخاص بالعنصر أو ترتيب العنصر. زين، إذن راح نستخدم الآي هذه حتى ندخل على كل عنصر من العناصر هذه، ودائما نتأكد أنه أصغر من length، أصغر من عدد العناصر. لأنه لو قلت الآي بأربعة وحاولت أنك تدخل numbers of أربعة، ما في شيء اسمه numbers of أربعة، آخر عنصر هو numbers of ثلاثة، لأنه بدينا من الصفر. وهذه دائما تلخبط كثير من المبرمجين، فرجاء انتبه لها وخلك دقيق جدا فيها. حتى المبرمجين المحترفين يعني دائما ينسون كثير منهم، وهذه خطأ شائع جدا في البرمجة. فيعني عادي أنك تخطي، يعني مو شيء، هذه دائما بتنساها يعني، بس دائما خليك منتبه لها أنك دائما في الأري تبدأ من الصفر وليس من الواحد. طيب، خلينا نشوف الآن، نرجع لللوب حقتنا. بدينا قلنا الآي بزيرو، الآن هنشيك هل الآي أصغر من اللينكث. نعم، الآي أصغر من اللينكث. إذا ندخل في
اللوب. الآن جينا هنا عملية الأكسس ل هنا نسوي أكسس للعنصر لعنصر من عناصر الأري أو الإليمنت من الأري. طيب أي عنصر نعتمد هنا على الآي؟ زين، أول شيء الأري نمبرز، إذا هذه الأري نمبرز والعنصر I، والI بكم؟ صفر، إذا هو numbers of zero. إذا هنا كأننا بنقول المرة الأولى إنه numbers of zero، هذه هي المرة الأولى. العنصر اللي راح ندخل له هو numbers of zero. ليش zero؟ لأن الI بزيرو، مضبوط. إذا كأنه الكمبيوتر كتبنا له numbers of zero لكن بطريقة ذكية باستخدام الI، والكمبيوتر يبدل لنا الI كل مرة. إذا الindex الآن اللي راح ندخل عليه هو الindex zero، اللي هو الindex الأول هنا، عفواً العنصر الأول، الإلمنت الأول راح نضع فيه القيمة، القيمة اللي راح نضع فيها i. طبعا ممكن تضع فيها أي قيمة بس هنا بس عشان تجربة يعني، فأنا راح نضع فيه i وقيمة i بصفر، فإذا راح يكون القيمة اللي عندنا هنا صفر. إذا هذا العنصر الأول. الآن بعد كذا نروح ننفذ الجزء الثالث من اللوب، يعني أذكرك بالفور لوب، دائما بعد ما ننتهي من تنفيذ البادي حق اللوب نروح ننفذ الزيادة اللي موجودة هنا أو التغير اللي في الكاونتر حق اللوب. فإذا هنا نقول i++، فمعناته راح نغير قيمة الi، بدل ما تكون صفر راح تكون قيمة الi عندنا بواحد. فإذا نروح هنا نمسح قيمة الi القديمة ونضع قيمة i جديدة بواحد. طيب نرجع مرة ثانية، هل الواحد أصغر من طبعا هذه خلاص خلصنا منها، نفذناها أول مرة وانتهينا. إذا تذكر في اللوب هذه ممكن نقول كذا، ها نفذناها مرة الأولى وخلاص وانتهينا منها، هي initialization وخلاص وانتهينا. الآن بس راح نشتغل على الثنتين هذولي في الفور لوب. نقول هل الآي أصغر من اللينك حق الأري؟ اللينك حق الأري 4، الآي 1، الواحد أصغر من الأربعة، إذا تحقق الشرط نفذ البادي حق اللوب. الآن نجي نقول رح للأري نمبرز، زين رح للإندكس أو العنصر اللي ترتيبه آي، قيمة الآي الآن عندنا هنا بواحد. زين، فإذا راح الآن اللي راح العنصر اللي راح نتعامل منه بدل منه يكون numbers zero راح يكون numbers one. زين، راح نعدل، لاحظ كيف الحركة اللي هنا في عندنا في الأري. إذن نروح numbers one، مضبوط، اللي هو العنصر هذا، زين، ونضع فيه قيمة الآي اللي هي بواحد. فنجي هنا ونضع واحد. زين، إذا أرجو أنك تنتبه مرة ثانية هنا، هذا الإندكس اللي راح جلسين نستخدم العداد حتى نمشي على الإنديسيز، نمشي على الترتيب العناصر اللي موجودة في الأري. تخيل عندك سهم، الآن ممكن نقول السهم راح يصير عندنا على هنا ونشيل السهم اللي موجود هذا خلاص. فإذا هذا هو العنصر اللي راح نتحكم فيه لأن الآي هنا قيمتها واحد. طيب ننتقل الآن ل نكمل اللوب الآن، نزيد الآي بواحد، فطلعنا قيمة الآي راح نعدلها وتكون قيمة الآي الجديدة في القيمة رقم اثنين، نقول هنا اثنين. ثم بعد كذا نروح نشيك هل الاثنين أصغر من اللينك حق الأري؟ اللينك حق الأري أربعة، إذا الاثنين أصغر من الأربعة، إذا ما زلنا في اللوب، راح ننفذ البادي حق اللوب. في الحالة هذه راح نقول عطنا numbers of i، والآي هنا باثنين، إذا نبغى numbers of two. زين، إذا العنصر الثالث في الأري اللي هو صاحب الإندكس اثنين، العنصر الثالث في الأري، الإليمنت الثالث في الأري صاحب الإندكس 2. مرة ثانية، الإليمنت الثالث في الأري صاحب الإندكس 2. إذن راح نجي هنا، ممكن السهم حقنا هذا نقول حنا الآن راح نتعامل مع الإليمنت هذا. زين، إيش راح نسوي في الإليمنت هذا؟ راح نكتب فيه قيمة الآي. كم قيمة الآي عندي؟ قيمة الآي عندي هي اثنين، فإذا نروح هنا ونكتب قيمة اثنين. زين، مرة ثانية نزيد العداد بواحد، فتطلع لنا، فنغير قيمة الآي، فتصير قيمة الآي بثلاثة. هل الثلاثة أصغر من اللينك حق الأري اللي هو أربعة؟ نعم أصغر. إذا نروح مرة ثانية نسوي أكسس هنا، نقول numbers of i، ومرة ثانية راح نعدل الآي هنا لأن الآي الجديدة هي ثلاثة، فإذا راح نقول هنا ثلاثة. زين، فإذا لاحظ كيف أن استخدمنا الآي اللي هو عداد اللوب كإندكس، زين، كسهم أو حاجة أو حاجة تأشر لنا على المكان اللي نبغاه في الأري. زين، فإذا هنا راح المرة هذه راح نسوي أكسس لأن الآي ثلاثة، راح نسوي الأكسس للإليمنت في الأري الإندكس حقه ثلاثة، وهو الإليمنت الرابع اللي هو الإليمنت هذا، راح نسوي له أكسس، نشيل السهم اللي عندنا هنا
نروح نضع سهم جديد. هذا هو العنصر اللي راح نسوي له access. شو نبغى نسوي في العنصر هذا؟ هل نبغى نقراه؟ هل نبغى نكتب فيه؟ نبغى نكتب فيه. طيب ايش القيمة اللي راح نكتب فيه؟ هي قيمة الاي اللي هي القيمة 3. إذا كتبنا فيه القيمة 3 وبعد كذا نروح نغير قيمة الاي هنا طبعا لان اي بلس بلس هنا، فنغير قيمة الاي ونضع قيمة الاي الجديدة اللي هي 4، نزيد قيمة الاي بواحد. الآن هذه هي المرة الأخيرة، راح نجي هنا نشيك على الشرط حق اللوب، الكنديشن حق اللوب. الكنديشن حق اللوب فور لوب هنا غير متحقق، فولس، لأن الأربعة ليست أصغر من الأربعة، هي مساوية للأربعة. فإذا انتهينا من اللوب، نخرج برا اللوب، فراح ينتقل التنفيذ الآن لما بعد اللوب. زين، راح ينتقل التنفيذ لما بعد اللوب، طبعا نكمل برنامجنا أيا كان البرنامج. إذا مرة ثانية شفنا هنا كيف أننا من خلال اللوب استطعنا أن ندخل على عناصر الأري عنصر عنصر ونكتب قيم في عناصر الأري باستخدام الكاونتر حق اللوب كإندكس أو كسهم أو كشيء مؤشر أو كمثلا أصبع السبابة يأشر لنا على كل عنصر من عناصر الأري. لما تجي أنت مثلا تتبع برنامج ممكن أنك ترسم الأري هذه بعد كذا بتستخدم أصبعك حتى أنك تأشر على عناصر الأري، أو ترسم سهم يأشر لك على عناصر الأري.